First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been on. Ooh, the way that things have been on. Ooh, I was broken from a young age, taking my soul into the masses, riding my toe wings for the few that looked at me, tricked at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Oh my God. Hey, you built me up, you built me up. السلام عليكم، أقوم عندنا مايك سيء. حاجه ثانيه، ما حنا والله ما هذا ما سوى يعني قولي يا ترى اهلا في سبايدر مان الودود 1.0. التطبيق بيخلي نيويورك تطلب حوالتك وكمان يبلغوا عن الجرايم. حلو التصميم، شكرا. بص، في طلب اتبعت. جالك طلب من راجل اسمه ايرون ديفيس. ثانيه، ايه ده؟ عمي هو يعرف انك سبايدر مان؟ لا، اكيد صدفه. انا رايح المترو. والله العم وام ايه اللي بيحصل؟ اهلا، محتاج مساعده؟ انا سبايدر مان على فكره. عارف ايرون ديفيس، اعتقد ان في حد بيلعب بالمستشعرات. وصلتني بيانات غلط من المرحل الرئيسي فوق جراند سنترال. في طريق. هاي ايوه، فين سبايدر مان التاني؟ اوه، اصل هو مأجز. ما تقلقش، انا معاك. اكيد ما عرفنيش. اوه، ده بيتصل من على التطبيق. سبايدر مان معاك. اهلا، نسيت اقول لك، كان في عمليه اقتحام امبارح قريبه في ساحه روكسون. مجموعه اسمها المجتمع السري قفشتهم، موجودين في المحطه بتاعتي الصبح. المجتمع السري، تعرف اي حاجه عنهم؟ هم شايفين نفسهم مافيا صغيرين، موجودين من فتره، بس دلوقتي عندهم ساعد جديد اسمه تينكرر. شكرا على المساعده. طيب انت بتكلم سبايدر مان كتير؟ تطلب مساعده يعني وكده؟ ما كانش في وسيله تواصل قبل التطبيق ده، بس انا شفتك على الاخبار امبارح بتخلص على راين. اعوذ بالله، علامات كفر. طيب ملحدين، انت بقالك كتير شغال في المترو؟ لا، بدأت الشغلانة دي من سنة. حتى ما رجل العمل عمتها، كنت بحاول اعمل شوية تغييرات ولقيت الشغلانة دي هتبقى بداية حلوة، بس لما قطر يعطل وانا شغال ده مش لطيف. تمام، لما نصلحها ممكن تقول للرئيس بتاعك انك بدرت واستخدمت تطبيق سبايدر مان الودود. اعمل كده، اتمنى لك الحظ مع المستشفى. اهلا بيك انت. دي حاجة بتشوش على محاولات الاشارة. التقنية دي غريبة، بكرة هعمل كده. بس المستشعرات اشتغلت، عملت ايه؟ شفت شغلي مع الشخص المخرب؟ هما شكلهم كده سابوا شوية من حاجاتهم. ثانية، هبقى اتصل بيك بعدين. اهدى هعمل اهدى يا عم. بعت الهولوجرام بتاعت ديت. ماي جاد you
او ماي جاد دي مسكنه. التقنيه دي ترددها اللاسلكي مميز، انا هقدر اتعقب. واضح جدا انها في المدينه كلها. احسب دي انا. وقت تجربه متتبعات الهولوجرام. يا مجتمع يا سير، مش هنبطل نفاجئ بعض ولا تعال يا معايا طاجي جدك بقى منهم كلهم. عايا عايا بس يلا بينا. تمام، يا ريت القطارات تشتغل تاني، لازم اسال عمي ايرو. ايوه اهلا استاذ ديفيس، ايه الاخبار؟ عندي اشاره بس ما فيش اي قطر على السكه، اكيد في حاجه اخر الساحه. المجتمع السري خربوا مستشعرات حرب. بيتهيألي روكسون عمرها ما استخدمت المترو لنقل النيو فورك. روكسون؟ نظام المترو معمول عشان ينقل الناس مش البضايع، بس الخط ده اتحدث لما ساحة روكسون دخلت في الموضوع. يعني بيستخدموها في الخبايا. هفضل ورا الموضوع. طيب انت جبت سيرة اخوك، فين بقيت عيلتك؟ بقالي فترة ما قابلتهمش، كان لازم اعمل شوية تغييرات لاني اشتغل الشغلانة دي، بس وحشني وتحديدا ابن اخويا، كنا بندمج المزيكا سوا. ممكن تقدر تشوفه تاني، قصدي تشوف عيلتك. اتمنى فعلا. ايوه لازم اروح احارب المجتمع السري. سلام. عم ديا واه عاش بنفسه. دقيقة قاعد مصور يا انا اتذكر اينشتاين تقريبا. لازم ابقى اسرع من كده. ما تبصش ما تبصش. Two hours later. مفيش تاني، ودلوقتي هروح ارجع القطارات على السكة. وحدة التحكم في المكتب. Hours later. لا لازم اثبت تحت. رجعت القطر على السكة، دلوقتي محتاجة طاقة. بوظوا وحدة التحكم هنا كمان، بس المولد سليم. تمام، هستخدمه عشان امد الكهرباء للقطارات. تقريبا الشبك بيوصل كهرباء. اشتغل يا محطة نيويورك. ايوه يا أستاذ ديفيس، في أي جديد عندك؟ الدنيا شغالة تمام جدا. شاطر يا ولد،
مبسوط بمساعدتك. لو حصل حاجة تانية اكتب ملحوظة في التطبيق. لحظة واحدة، معايا حاجة ليك هنا، هي بسيطة بس. عشاني؟ دي أقل حاجة ممكن أعملها عشان الشخص اللي أنقذ وظيفتي. حلو حلو، ودلوقتي هرجع. ازيك يا مايلز؟ لسه واصل أوروبا. قول لي عن يومك الأول كسبايدر مان لوحدك. كويس، اكتشفت مؤامرة في الحي عندي. طبعا، عندك خطة؟ بحاول أخطط وأنا شغال. هي دي أهم حاجة في سبايدر مان. لو احتاجتني اتصل بيا. بيني وبينك مرات بس تمام. طبعا يا صاحبي. وشكرا على الهدية. تحفة. ام جي محتاجاني، لازم امشي. سلام. بقولك ايه، حوار انك صلحت محطة المترو سمعت قوي على التطبيق. عندك طلبات كتيرة قوي، يعني مثلا في من محل تيو، الراجل ده تحفة. لازم اشوف الحوار ده دلوقتي، المدينة معتمدة عليا. احنا تقريبا التطبيق رقم واحد في المدينة دلوقتي. ابقى بص عليه لما تخلص موضوعك مع عمك. هو لسه ما يعرفش ان انت صح؟ كذا مرة كنت هتكشف بس لحقت نفسي. هشوف التطبيق لما خلص. سلام. لازم اوقف المغسلة دي. مش محتاجينك. هتفجروا الخط كله. مش هسمح لهم بكده. انت انتهيت. نجحت يا ولد، القطر رجع اشتغل والمجتمع السري انتهى. شاطر قوي. القطر الجاي هيوصل خلال 5 دقايق. المجتمع السري على انت كويس سيد ديفيس؟ ايوه، شكرا ليك. اتفضل. اشتراك مترو لمدة سنة واحدة. شكرا. أنا قلت الاسم صح؟ عرفت. تمام، أنا همشي. ثواني يا مايلز، أنا شكيت لما شفت الأخبار امبارح. شفت الحركات اللي عملتها، بتلعبهم يمين وشمال. افتكرت وأنا في الحديقة بلعب معاك أنت وباباك. ما تقلقش، مش هقول لمامتك. ما تقلقش، مش هقول لمامتك. وعد. وعد. تخيل لو باباك يشوفك دلوقتي. غالبا هيتفزع. اكيد هيتفزع. انت بدل سبايدر مان تاني. تبع. لا، هو بس في اجازة زي ما قلت. تمام، وساب لك المسؤولية. ايوة. دي مسؤولية كبيرة على سنك. انا قدها. اكيد قدها. اسمع، لو مسؤوليات كتيرة دلع حقيلك. تمام؟ تمام، شكرا يا عم. اياك الوجودة. اكمل شكرا يا عم. يانكي قال التطبيق على اخر. المدينة اكيد محتاجة سبايدر مان، لازم اعمل دورية. بابا بتقول لي انك بات هنا.
هاخد وقت قد ايه على ما اتعرف على حاجه؟ عاوز اقول لك ان عربيه الاكل اللي بحبها هتبقى في المسيره بالليل. دور على شعار سندوتش لحمه عملاق. تمام، شكرا على النصيحه. اوه ماما، كنت عاوز اسالك سؤال. بما انك عارفه كل حاجه بتحصل في سبايدر مان، انت فين؟ سمعتي عن المجتمع السري؟ اطلع هنا. ايوه، كانوا بيدمروا املاك روكسر وغالبا بيجندوا ولاد من المنطقه. ليه؟ هو ما حدش ورطك في الفوضى دي صح؟ لا لا، العم ايرون حكى لي عنهم. ايوه، انا قابلته صدفه عند محطه المترو اللي جنب بيتنا. تعرفي انه شغال هناك؟ لا، عارف اني مش عاوزاك تختلط بيه. بس انتي وبابا عمركم ما عرفتوني ليه مش مسموح لي اشوفه بعد كده. هو كان متعود يجي بيتنا دايما. الموضوع ده ايرون اللي يشرحهولك. اديني ثانيه واحده. اسفه يا حبيبي، لسه بنجهز. كله تمام، انقذي العالم بصوت ورا التاني. قلت لك انك ابني المفضل. المنافسه صعبه. بحبك، سلام. مايلز، هنتقابل النهارده؟ ما ردتش عليا لسه. اوه ايوه، اخبى الله العظيم. بس انا فاضي. طمع خدت ابوها سكتوها ورا مجرمين شاطرين. مجرم مسلمين طلعوا، سبحان الله، مجرم صار مسلمين، مجرم طلعوا لهم شرف كرامه مدير سبايدر مان. لكن موتهم عشان بس مكسبي زي مكسبي. اسف ما سرفايف. شارع 78 ويست ان. لازم اعرف هي قصدها ايه. واو يا جماعه، فين انا اصلا؟ جيت. واو ليه جريتش ولا ما هو؟ صاحبي دانيكا، عمركم سمعتوا قصه ما قدرتوش تشيلوها من دماغكم ابدا؟ ممكن مشهد من فيلم أو عنوان قريته من جريدة حد ماسكها، أو تفاصيل عن غرامي سيء لواحد من صحابكو. طيب بالنسبة لي أنا، القصة دي هي قصة المجتمع السري. مين هو؟ بيعملوا إيه؟ اللي يغزو أكثر هو إيه؟ بس مستحيل نلاقي له إجابة. هما بيسرقوا ويجب يتصفوا ويتحرشوا ويجب عائلات الأعمال والجرائم، هما بيفرقوش بينهم عشاء جامسين وبيحقدوا على الكل. أنا هتكلم في البحث عن حقيقة، ولو عندكم نصيحة ابعتوها. نتقابل تاني، ما ترموش رواسب القهوة في الزبالة. والله يا يبا مصرف انا نبقى مصرف. اهلا يا بطيء، فوق هنا. مخرج الطوارئ متدمر تماما، خلي بالك منه. قبيلة ديها. ده المقص جماعة. عشان كده كنت عايزه اننا نتقابل هنا بالذات. انت طولت، انا كنت همشي على فكره. ساعدني، دي محشوره. الكبسوله الزمنيه اتبهدلت معانا. انت فاكر كلمه السر؟ ايوه، كانت ثانيه، كانت بتهزروا؟ انتم لازم تفتكروا الرمز ده، انا مش معاكم على طول. هنفتكر هنفتكر هنفتكر. ايوه ايوه، حلو. دلوقتي هنحط ايه جوه الجهاز؟ ها، كبسوله زمنيه، انا ومايز اللي عارفينها. عاش، صح كده، كده سر وفي. يا ريك، هتقبل وظيفه روكسون ولا لا؟ ليه هتاخدها لو انا لا؟ ممكن، مستني العرض. تمام، بتنافسني ها؟ ماشي، وظيفة كبيرة فعلا، عايزيني مسؤول عن طاقتهم الآمنة، انتوا عارفيني. مصدر طاقة آمن هينقذ العالم. بحب الناس المصحصحة. روكسون، لو فكرنا مليون دولار. روكسون، ثواني. فاكر الرمز صح؟ تسلسل فيبوناتشي. ف...
كويس. جايزتنا. قصدي محاول الطاقة بتاعنا كان جامد. ده حقيقي. طيب تفتكر لسه في مركز العلوم؟ أتمنى. واو، بص علينا. دوبر سنترال. وريك مؤدب زي عادي. كفار. كفار. هو يعني مشغول قوي؟ هو انتوا متخانقين ولا حاجة؟ لا مش متخانقين. فين؟ ما تقلقش. احنا ليه قطعنا مع بعض؟ دلوقتي انا اتأخرت، لازم امشي. هي حاسس ان احنا الاتنين عندنا حاجات مخبيينها، لما نتقابل تاني مفيش اسرار، تمام؟ ايوه ممكن لو في معادك. اشوفك قريب يا قصير. انت عارفه ان اطول منك صح؟ بس مش هنا. عمك دكتور بس كله كفاز يعني دكتور. انه هبلك انه تخرج من الاعداديه حلو ووحش. فين راحت مدرسه ميد تاون؟ وانا رحت بروكلين فيجنز. قلنا هنفضل نتواصل بس يا ايام الثانويه كانت عالم جديد. يا مبسوط اني شفت فين. لازم الاقي باقي الكبسولات الزمنيه اللي خبيناها. مش دلوقتي، لازم اروح عشان المسيره بتاعت ماما. صاحبي مصعب يلا هنتأخر. ايه مصعب ايه؟ بص انا هبلة بدلتك دي. خلاص يا صاحبي انا صاحبي لسه بدلتك. احتياطي بس ده هيبقى تمام. صعب ملابسه بس ضيفة يا حبيبي. ما فيها نعم احكي مصعب ايه. تعرف هو ده الجزء المفضل ليا في العيشة هنا في هارلم، مهرجانات في الشارع وافضل اكل في المدينة. ايوه لطيف جدا. شكله حلو قوي. على ايه؟ اسف. المفروض ادرس لغة الاشارة معاك. انا بقيت كويس جدا في الاسباني. ده بجد؟ من امتى بقى؟ يلا جيت خبطها. عمي ايرون اما اخلع عنك لما مامتك تشوفني. مين ده؟ ده صاحبي جانكي بيساعدني في بحث عن العناكب. اها خلي بالك من ده اخويا. سامعني؟ هحاول بس هو بيصعب الموضوع. انا واقف في حالي. استمتع بالخطاب بتاع مامتك. انت قلت له؟ هو اكتشف. هبلغ لما نوصل البيت. كنت راجع. ايه اما ما عرفت. توفيق يا موراليس. شكرا تاني. بص روكس وانا عايزين يفضلوا مراقبين الاوضاع دايما. ها دي حقيقة. مساء الخير يا جيراني. انتوا فاكرين اللي خسرناه ايام لما روكسون هدد كل ده؟ انت كويس؟ اخر مرة اتجمعنا بالمنظر ده بابا كان احسن محل ايس كريم من نيويورك. حضانة جونيرو كله هيبقى تمام. في ناس موجودة بتحمي مامتك. كنيسة تريزا اللي كورالها كمان. انت سبايدر مان. شش لحد دلوقتي روكسون لسه بتنقل النيو فول وده وقود تجريبي في المدينة. بس مش هيقولوا الاخطار. الرسالة دي لروكسون. سايلنت ايجل بتاعكم اللي انتوا بتدعموه ده سفاح. الساحة دي عبارة عن نصب تذكاري لكل العالم. Oh my God.
عندنا مشكلة. خلاص دينا مفيش هروب. استعدوا، محتاجينك. هساعد مامتك. مسكتك. يلا بينا. ما هو دور عاش دين؟ عاش ما دور الله حنا عاش دين. ما دور راجد؟ صعب راجد منو؟ ما دور عاش دين؟ انك ساعدت ماما. العفو يا صاحبي. صعب يا كيم، صعب. اعمل مصعب رجال، كلهم امشي اخصيت كلها هبلة. علي مصعب بس. وبين راشد. اقوى واحد بس. في البيت، بس ممكن اجي المستشفى. لا، خليك في الامان. انت مصابة. طب ولو حاجة حصلت لك وانا مش موجود؟ حبيبي، ده مش زي اللي حصل. احنا بخير. خليك في الامان، مفهوم؟ هرجع قريب وهخليك تمضيلي على الكبير. تمام يا ماما، اشوفك في البيت. والله مع الام كعرفة موسى اصبر معك موسى وليا. انت كويس؟ انا بخير. حاولت اوصل لك انت ووالدتك. انتوا فين دلوقتي؟ انا رايح لجسر بريث ويت، في انفجار. تمام، بس لو روكسون ظهرت اتفقنا هيدوروا على حد يرموا اللوم عليه على كل الليله دي، ومش التنكرر بس. تمام، هاخد بالي. ايكو فرعه، انما اخونا اخوه لا اصلح بين اخويتكم. او خروف خروف طلع معي. يبهر تبهر عليها. لا مش اي حاجه ثانيه. توقعت هنا ثانيه دي من اسمها ثانيه قفله ليها منافقه منافقه جديده من الام جي وبلاكات اسمها ثانيه مغبيه ليها حيوان ذي منافقه جديده بلاك جديده يعني. دمروه وشيلوا كل حاجة. بتعمل ايه؟ حساد يا جماعة. انا بتوقع حسنة احساس منكم غلط. انتكم فات مو غلط انتكم مستعيل احسن. ايش غلوه؟ كم شاقع عليك دين؟ او ماي جاد. مايل انا شفت الانفجار. انت كويس؟ انا كويس، بس انت شفت التينكرات؟ هي فين؟ لا مش ممكن. شفتها النهارده. لو بس كنت جمعت الدنيا مع بعضها
انا سوق ما في الا بس شخص واحد رجال بالرجال مو صعب ذي بس كلهم غربان دولكم يا جماعه ما في الا معم وذي بس كلهم خربان بس حتى ما يز كله ما في المصعب بس ومعم بس كلهم ساطير ما كلهم انا غربان اوكي مستر خبر لا 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 لازم ابعد الناس عن الجسر قبل ما ينهار الحريق يلا اي 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 لاقى نفسك يا هبل الناس دي محبوسة جاتني فكرة والله فكرة رهيبة لازم اخليه ثابت امسك 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 محتاج حاجة يعدوا عليها لا 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 انا اقدر اوقفه هاي لا وين اجل رانجا هي لا اله ما زبل ما ها ها كانك بكايا عمي بس دي عملتي قوة انا اللي خليتها تنفجر الكل في امان بعد ما بدأت الانفجارات على احنا شفنا سبايدر مان التاني هنعمل ايه؟ هو في ايه؟ ما عنديش فكرة أعلم لا لا سوري يا تبقى مخرفنا بس انا مش عدوكم بتعمل ايه؟ ده انقصنا ايه وانت سيبوه في حاله انا هصور ده هي شيل الموبايل ده حالا قلتلك شيل الموبايل حالا حالا ابعد ايدك عن التمرين امشي حالا ده اخر تحذير انا انقذتهم اوه ماي جاد يا خبر مزقوا
ابوه؟ ماي يا جماعه والله ماضية. بالنسبة لان روكسون هنا عشاننا، كانوا هيضربوني بالنار، دول ما سمعونيش حتى. هو انت كويس؟ معاك توجعني كويس مش عارف والله. قال لي اليوم كيف امازون؟ انا عايز اشجع سبايدر مان الجديد، بس اللي بتسموها ايه، الكهرباء. تحب تفطر؟ فتنا ممتلكات روكسون وكمان دمرت الجسر بتاعنا. ده كلام فارغ، مش ده اللي حصل خالص. فين هي التينكرر؟ هي اللي سرقت النيو فورم، مش عارف ليه. انفجار الجسر غلطتي. لا مش غلطتك. انا هروح مقر الحملة، قولولي محتاجين حاجة من برا اجيب لكم معايا حلويات. انا افتكرتك مش هتكملي. وهوقف ليه؟ هكافح عشان وطني وانا قد كلامك. كنتي هتموتي. انا عيلتي مش بتستسلم، ما انت عارف. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been on. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that looked at me, tricked at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. You built me up, you built me up, believer, believer. Pain, you break me down, you built me up, believer. Oh my God. دلع جلس بدون من واحد غلط. اخبار يا نيويورك؟ ماي جاد لبس ديت.